مشاكل التخزين دي دايما معقدة لو انت مش عندك الحل الصح او المناسب، ببساطة لان الغلطة في حاجة زي كده بتكلف كتير، ولو الغلطة كملت معاك مش هتعرف تصلحها الا بتكلفة اعلى بكتير برضو. وعشان كده احنا دايما مهتمين بوحدات التخزين واخواتها الكبار من اجهزة تخزين الشبكات. احنا ممكن نقول على نفسنا ان احنا شركة متوسطة الحجم، ده بيتحدد بناء على حاجات كتير، حجم البيزنس، الموظفين، والقيمة السوقية وغيرهم من العوامل دي، لكن ده مش موضوعنا عموما. احنا زي اي شركة بنحتاج حلول تخزين للبيانات. الموضوع مش اختيار لكنه ضرورة حاليا. احنا بنحتاج اجهزة تخزين ممكن نقول عليها متوسطة او مناسبة لحجم عملنا. لكن جهاز الناس او التخزين الشبكة اللي معانا النهاردة هو QNAP TVS H1288X، ممكن نقول انه مناسب اكتر للشركات الكبيرة او المؤسسات، وده لشوية اسباب وتفاصيل هنشوفها مع بعض. عاوز سماعة محيطية خفيفة متينة تستحمل الفتحة والقفل والهبد والرزح وتكون سعرها حنين، هات كورسير HS65. سماعة بديجيتال سراوند 7.1 ومايك بيفتح ويقفل، والهنج بتاعتها معمولة من الحديد علشان ما تجيش في يوم تتكسر وتقعد تعيط جنبها. عاوز تعرف اكتر؟ دوس اللينك اللي في الديسكريبشن. زي ما انت شايف قدامك جهاز يقدر يشيل مش 4 هاردات ولا 2، لا 8 هاردات و4 SSDs كمان، سواء SATA او HD مش فارقة لانه هيشيل الاثنين مع بعض. هو هنا معتمد على الساتا كتوصيلة، والمقاس بتاع الهارد ديسك او SSD مش مهم بالنسبة له، 2.5 3.5 كله شغال معاك زي الفل. عارف ده معناه انك تقدر تحط كام تيرا جواه؟ 160 تيرا. 160 تيرا SSD متاحة لكل اللي هيخش على الجهاز. لا وكمان هتقدر تحط 4 SSD في اماكنها اللي محطوطة فوق علشان تسرع الدنيا شوية بشوية الكاش اللي SSD هيعمله. في الظهر بقى انت ممكن برضو تركب 2 SSD من نوع NVMe علشان تسرع اكتر واكتر، وحتى كمان ممكن تركب كارت في السلوت بتاع PCIe زي اللان مثلا علشان تسرع الكونكشن، وممكن كمان تركب PCIe extension card علشان M.2 اللي هتركبها، وتركب 4 زيادة. وده اللي ممكن نقول انها حاجة مناسبة للمؤسسات. بس يا ترى ازاي هيفيدهم وهو زي اي جهاز ناس عادي؟ او في الحقيقة مش عادي، وانا هفهمك ليه. مبدئيا الحجم والسرعة مهمين، زي ما قلت لك الجهاز ده يشيل 160 تيرا جواه، ممكن تزود كمان اكستنشن يونت من نفس الشركة وتحط 4 كمان فيبقوا 200 تيرا، لكن برضو مش 200 تيرا من هارد ديسك هيبقوا ابطأ ما يكون. يعني انت لما تيجي تبص لها هعمل ايه ب 200 تيرا وانا في الثانية الواحدة مش بقرا 150 ميجا؟ يا راجل ده انا شغال في مؤسسة وبقول لك كل ثانية بتتحسب عليا. بس انت مش عارف ان في حل، والحل ده هو الكاشنج. انت بتركب SSD زي ما قلت لك يسرع العملية شوية ويشيل الملفات اللي عليها اكشن كتير، وفي نفس الوقت يقلل الوقت من طلب الملفات ده والوصول ليه. فانت هنا كل الناس المتوصلة بالجهاز ده تقدر تطلب الملفات دي بشكل اسرع مع بعض، وبكده تحل ازمة الهاردوير بتاع الهارد ديسك، هتاخد سرعة اعلى وخلاص. بس برضو انت جهازك يقدر ينقل كل ده على شبكة؟ لا. طب الحل ايه؟ حلك في الشبكة لما يبقى عندك امكانية ان سرعة الشبكة بتاعتك تبقى 25 جيجا بايت لو وصلت كارت وشغلت الجهاز بـ NVMe ككاش، فانت تقدر ترفع السرعة دي لـ 4 جيجا بايت علشان تداونلود من الجهاز، وتخلي سرعة الابلود 3.5 جيجا بايت كمان. طب ما انت عندك ناس كتيرة شغالة، ايه اللي يضمن لك ان كل الناس دي هتبقى عندهم السرعة مظبوطة؟ علشان انت تقدر تركب 128 جيجا بايت رامات DDR4، فتقدر تشيل طلبات داونلود وابلود اكتر. حتى لو رحت للجهاز دايركت وهتاخد منه ملف سريعا، هتوصل جهازك بالثاندربولت 3 وشكرا الحوار خلص وبسرعة. بس انت اكيد مش هتروح للجهاز برضو، فاهمني؟ الشبكات دي بقى قصة تانية. بس انا زي ما قلتلك السرعات دي توصلها لو انت مشغل 25 جيجا بايت على اللان. هل هو في 25 جيجا بايت اصلا؟ الاجابة لا. هو في الاساس عندك بورتين، واحد 10 جيجا بايت والتاني 2.5. بس برضو زي ما قلتلك سلوتس البي سي اي تقدر تركب لك كارت فيها لان زي ما انت عايز. تعوز بقى 5 10 25 او حتى 40 جيجا بايت هيقدر، وسرعة ال 40 جيجا بايت دي اللي هتقدر انها تديك السرعة القصوى لأحسن أداء. لما تيجي تبص بقى لكل ده بتلاقي ان الجهاز هيقدر مع السرعة دي انه يتعامل مع 10,000 بني آدم. يعني مثلا شركة اكس بوكس كلها 6,300 عامل، فانت متخيل الرقم اللي يقدر يخش على الجهاز سواء من جوه شبكة اللان او من خلال الانترنت اصلا. بس كل ده محتاج بروسيسور وسيستم قوي. الجهاز عشان يستحمل كل الحاجات دي لازم يبقى البروسيسور اللي جواه قادر انه يتعامل مع 10,000 شخص وطلباتهم، وكمان كل الفايلات دي اللي هيحتاج انه يبروسس عليها مع كل طلب. عشان كده بروسيسور انتل زين W1250 بتاع الورك ستيشن كان هو الحل، واللي بيجي بستة كورز و12 ثريدز بيوصل لتردد 4.7 جيجا هرتز، واللي يقدر يشتغل مع سيستم التشغيل QUTS Hero اللي هو معمول للاجهزه الثقيله دي. سيستم QUTS Hero ومصنوع بالذات للملفات التقيلة، وبيشتغل بنظام ZFS، النظام اللي يسمح لأي جهاز ناس من QNAP انه يشتغل مع آلاف المستخدمين وما
ملايين الجيجا بايت في وقت واحد من غير ما يقف على مدار الدقيقة كمان. بس يا ترى ليه؟ عشان هو في مزايا للتعامل معاه بالذات، وهو انه ما بيخليش الملف يتضاعف اكتر من مرة وبيضغطه كمان، لا ويقدر حتى يستحمل انه يتعامل مع فولدر واحد فيه بيتا بايت كحد اقصى، وده رقم صعب توصله في جهاز ناس بصراحة. بس كيناب ممكن تعمله لك قريب، ما تتخطش. برضو بياخد سناب شوت للجهاز في حالته علشان يقدر يرجع لنفس النسخة وقت ما يحب، زي ريكفري بوينت بتاعت ويندوز. السناب شوت دي ما بتاخدش مساحة كبيرة علشان تعملها، ولا ما بتاخدش سرعة علشان تعملها برضو، وهي ضغط الملفات علشان الجهاز فيه الجوريثم تسمح له يعمل كده من خلال السيستم. طبعا ده مع التأكيد على ان كل ملف سليم وما تعرضش لأي تلف طول ما الجهاز شغال، وبيمنع اي نوع من التعديل غير المرغوب فيه على الملف، يعني ما يتعدلش او يتمسح الا لو حد عمل كده بنفسه. طبعا أنظمة الريد متاحة للاستخدام، وممكن تحط أكتر من سيستم على الجهاز، وفي تكنولوجيز تانية بتضمن إن البيانات بتاعتك تفضل موجودة حتى لو الهارد ديسك بتاعك باظ، وتقدر ترجع على الهارد الجديد أول ما تحطه زي كل أجهزة كيناب. وبما إنك حاطط SSD جوه الجهاز، ففي نظام اسمه QSAL بيشوف لك الهيلث بتاعة SSD علشان لو محتاج تبدله قبل فوات الأوان من غير ما توقف السيستم بتاعك. كل دول يخلوا جهاز TVS-H1288X يقدر إنه يشتغل بالشكل اللي انت عاوزه، داتابيز ماشي، فيرتشوال ماشين ممكن، داتا وير هاوس تلاقي، او حتى مخزن ملفات لافلام شركتك بتشتغل عليها على مدار السنه كلها، حتى لو كانت الملفات دي بدقه 8K. بس في الاخر كميه كبيره من الداتا تتحط عليه ممكن، وكمان بسيستم وهاردوير يقدر يعمل كل اللي نفسك فيه. بس مش شرط يبقى ليك جهاز ده خرافي بالنسبه لانه يتحط في بيت او شركه صغيره، وكفايه جدا على اي مؤسسه محتاجه ان كل فايلاتها تبقى في حته واحده واكسسبل من اي مكان، سواء جواها او جوه فروع تانية من الانترنت. والحماية اللي بيقدمها للملفات دي كمان حاجة مهمة جدا بالنسبة لاي مؤسسة تفكر فيه، حتى تكلفته مبررة لانه هيوفر عليك فلوس اكتر، وهيوفر عليك انك ما تتعاملش مع كوارث فقدان البيانات او تلفها. وعشان كده هو جهاز مؤسسات فقط لا غير، او شركات كبيرة جدا. ودي كانت مراجعة سريعة جدا للكيوناب العظيم ده. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من عرب هاردوير. كان معكم عادل فخري، السلام عليكم.